في العالم ان يكون اهم فنان في العالم راجل عربي افريقي مصري من منذ بدايتي، وانا عندي هدف لا انشغل عنه. ما بحبش البخل يعني، انت فاهم، بحب الانسان اللي بيحبه يعمله يعني، فاهم، الحاجة اللي بيحبها يعملها، الحاجة اللي عايز يشتريها يشتريها. أنا عندي ولع بأي شيء قوي، أنا عندي ولع بصفة القوة والهيبة، فأي شيء بيملك هذه الصفات هتلاقيني بحبه جدا وبحترمه. أنا اترفع عليه قضية إن أنا ممنوع أنزل الشارع، ان انا بتعمد الترافيك اللي بيحصل في الشارع، فاترفع ده ان انا علشان انزل الشارع لازم ابلغ مديريات او حاجه كده. طبعا قضيه برضو لم اياس، وأمنت بمقولة إن جملة كنت سمعتها عظيمة جدا، إن الإنسان الغبي اللي يحاول يفتح، لو حاول يفتح بمفتاح باب ما فتحش يفضل يعافر لحد ما يبوظ الباب ويبوظ المفتاح. أنا فكرة إن حاولت دخول هذا المجال من خلال معهد المسرحية ولم يتم قبولي، دورت على مفتاح آخر. فاكر كان في مسرحية قاعدين ليه، كنت باخد في اليوم 25 جنيه، وكنت سعيد بيهم جدا جدا، يعني مش هنسى اول مره اقبض اسبوع على بعضه، لما اشتريت فاكهه شاري فاكهه لامي وانا مروح، فسعيد فكره ان انا راجل وجايب فاكهه لامي ومروح بيها. اي انسان طبعا لو الوقت رجع بيه اكيد في حاجات ممكن يغيرها. الحمد لله رب العالمين ان في وقت قصير قدرت اكون اعلى اجر في مصر وفي الوطن العربي، فده شيء عظيم.